أهلا بحضراتكم مرة تانية. هذه الجولة الإخبارية بدأناها بالمناشدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، مناشدة لمعتصمين ربع العدوية وميدان النهضة إن هم يخلوا فورا الميادين بشكل سلمي. وزارة الداخلية قالت إن من سيترك الميادين له حق الخروج الآمن أو المغادرة الآمنة طالما هو متظاهر سلمي التزم بالسلمية قبل ذلك والتزم بالسلمية حين مغادرته للميادين. هنفهم مع حضراتكم هذه النقطة أكتر، هنحاول نشرح إيه أهم الخطوات اللي ممكن تقوم بيها وزارة الداخلية في الأيام القادمة لإخلاء الميادين من المتظاهرين. بشرفنا في الاستوديو دكتور أيمن سلامة وهو الأستاذ في القانون الدولي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بسيادتك. بشرفنا كمان اللواء محمد نور الدين وهو مساعد وزير الداخلية الأسبق. بشرفتنا سيادة. أهلا بك علي. سيادة اللواء، ماذا تعني هذه المناشدة من وزارة الداخلية؟ البعض شايفها مناشدة طبيعية والبعض الآخر شايفها خطوة أولى من خطوات قادمة هنشوفها في الأيام الجاية. هي كل الحاجات دي هي إجراء شكلي واجب وإجراء حتى يعني إنساني واجب، إن مهما يعني سمعنا في وسائل الإعلام كلها ومن وسطات كلها فشلت وكلها، لأن هم شادين في العريض قوي 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 وبيقولوا مفيش تفاوض ولا كلام ولا سلم ولا أي حاجة قبل عودة الرئيس المنتخب شرعيا بزعمهم. لازم القوات اللي داخلة ما هي بتمسك مكبرات صوت وإحنا داخلين حتى على مجرمين على عوقار على الحاجات دي بتقول له سلم نفسك. هم دلوقتي في ضغط عصبي جدا عاملينه على بعض الدوائر اللي جوه في الاعتصام، اصلا مش كلهم دايره واحده. بس بالنسبه لنا احنا ست اللي هو سلم نفسك دي مش اجراء شكل، دي بالنسبه لنا خطوه اولى علشان في خطوه تانية ان احنا لما انا هقول لحضرتك اهو، هم اللي جوه دوائر مختلفه جدا. الدايره اللي جوه حوالين العصابه الاجراميه التي تقوم بتحريض المواطنين على اعمال القتل والعنف والترويع والنسف والتفجيرات والحاجات دي كلها، دي دايره صغيره جدا ومحتمي فيها العشرة 12 القياده اللي هم بتزعموا هذه العمليه. محتميين بكذا دروع بشريه اللي حواليهم على طول المقتنعين بالفكر، ابناء الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه كلها سواء جهاديه ولا سلفيه ولا الكلام ده كله المتطرف. يليهم جماعه من المحبين دايره تانية، يليهم جماعه من البلطجيه من العزب المجاوره مسلحين باسلحه بالاجر باليوم، وصل الاجر اللي معاه فرد خرطوش 500 جنيه في الليله، اللي معاه سلاح ابيض 300 جنيه في الليله، اللي جاي بدراعه بالشومه كده وهيتسحر ويفطر ب 200 جنيه في الليله. ملمومه بطايق الناس دي كلها محطوطه جوه، اللي بيطالب ببطاقته عشان يمشي بيتضرب وتعمل له اي حجه، ده كان بيسرق، ده كان بيتحرش، ده كان كذا. كل الجثث اللي اتلقت بره ما اللي منزوع ضوافره واللي متعو واللي ميت واللي مشبوح على ظهره والحاجات دي كلها، دي كلها ناس من بعض مصادر الوزاره يعني السريه اللي جوه، دي كلها ناس ابد الدقه من طول القعده ومن الاستياء ومن ان احنا اللي عاملينه دوت واحنا هنتضرب بعد كده وهنموت عايزين نروح. في ناس جايه من بلاد، فدي كان بتتعذب عشان ما تفوتش في عدد الباقيين وتبدا روح الايه ان احنا عايزين نخرج. فبرضه النداء ده بقى كان في هذا السياق بيقول للناس، لانكم مخوفينهم بيقولوا لهم اللي هيخرج هيروح على امن الدوله يتعذب ويتعلق ويتكهرب ويتعمل عشان يقر. لا، احنا بنقول احنا عارفين كل واحد، او اجهزه الوزاره يعني اجهزه المعلومات امن الدوله والامن العام عارفه كل واحد جوه بيعمل ايه، عارفين القيادات بتاعتهم بالعدد وتحريضاتهم وعارفين المحرضين واللي بيجيبوا اسلحه واللي راكبين الاسطح بالقناصه والمخازن التسليح اللي حاطينها والبلاوي السوداء. اصل ده مش اعتصام سلمي، ده اعتصام. ولذلك انا بدعو وزاره الداخليه انها تصور كل الحاجات دي وتاخد حد من الحقوقيين معاها يكون وتامنه عشان يشوف بعينيه مخازن السلاح الموجوده والقناصه والاسلحه. في اسلحه كبيره كانوا مغطينها باعلام اذاعتها الفضائيات ما بذاعش سره، كانت داخله من يومين ثلاثه. عايزين نطمن الناس اللي عايزه تمشي ان تستطيع انك تمشي، تفضل بالسلامه، مش هنتابعك. احنا عارفين مين اللي لازم يتابع، مين المسجل ومين المحرض ومين اللي اسمه في الملفات والحاجات دي كلها. دي خطوه تفك نص الاعتصام عشان خاطر اللي جوه يسمع يخرج، مش ضروري حتى بطاقتك اللي مخوفاك دي اخرج واعمل بطاقه غيرها وهنبقى عارفين انك انت كنت من اقل. في ناس منهم من اقاليم ست اللي هو أيوة يعملوا ايه؟ طب يوصلوا للاقاليم دي ازاي من غير بطايق؟ انا كنت مدير امن المنيا،
لمدة سنتين وسنة مساعد وزير فيها، فثلاث سنين احتفظ بعلاقات طيبة جدا مع المطارنة والاساوسة واعضاء مجلس الشعب السابقين والشورى ودكاترة الجامعة وكبار العائلات. اقسم بالله كلموني ناس كتير جدا قالوا لي في بعض ابنائهم اتعرض للموقف اللي انا بحكيه، انا بحكيه بناء على معلومات، ان تاخد بطاقته وتفهم الاول انها تاخد 200 جنيه وتقعد وتتسحر وتاكل وتصلي وتعمل دعوات كويسه جدا في الاول، وبعد جمعه العيال بدات تزهق وتمل وتعمل، وعرفت ان الكلام ده كله كذب في كذب، وكل اللي بنعمله ده هنموت نفسنا عشان خاطر مرسي والاخوان عايزين نمشي. اتضربوا واتعملوا عملوا خطط عشان يهربوا، مفيش في ايدهم ولا مليم خطط عشان يهربوا. تمكنوا من الهروب، خرجوا. قال المصريين طيبين جدا، راحوا لاقرب ناس قالوا لهم احنا كان موضوعنا كذا، كنا جوه ومزنوقين عايزين نخرج وما ادوناش ولا مليم، بيكتبوا لنا في الكشف ان انت ليك يومين ثلاثه اربعه لكن ما قبضناش حاجه. احنا من المنيا مش هنقول لكم عشان ما تقولوش انا نصابين، تعالوا طلعوا تذكرتين وسفرونا. قالوا المصريين طيبين وكلونا وعملونا وادونا فلوس ووصلونا لغايه القطر وركبنا وراحوا وراحوا في حاله انهيار عصبي عند اهاليهم. كبار العائلات بتاعتهم كلموني في اكتر من مركز في المنيا، من بني مزار ومركز المنيا نفسه شخصيا، حكوا لك قصص الناس دي بهذا الشكل، بهذا الشكل كله. فان ده كان ضروري علشان الناس اللي جوه تعرف ان الجهات اللي بره دي ما هياش مستنيه، ما هياش عاميه، هي عارفه وشايفه الطريقه والخريطه كويس جدا جدا. اللي هيخرج من الدوائر اللي بقول سيادتك عليها دي، سواء من البلطجيه او سواء من المحبين او سواء من العالم اللي ما اشتركتش ولا حرضت ولا عملت السرايا الحربيه اللي بيعملوها كل شويه دي، يخرج يحاصر مديريه امن الجيزه، يخرج يحاصر مبنى المخابرات الحربيه، يخرج يحاصر الاجهزه السياديه في الدوله، دي كلها وسائل ضغط ولوي ذراع للدوله. مفهوم طبعا. دكتور ايمن، احنا عندنا لقاءات كتيره جدا بتيجي مصر عشان تستطلع الاوضاع. شفنا مطالبه من جماعه الاخوان المسلمين لوفد الاتحاد الافريقي ولوفد الاتحاد الاوروبي ان هم يجوا اعتصام رابعه عشان يتاكدوا من خلو هذا الاعتصام من الاسلحه، رغم ان في شهادات صحفيه كثيره لناس صحفيين دوليين شافوا اسلحه بالفعل جوه اعتصام رابعه، اخرهم روبرت فيسك قال ان هو شاف كلاشينكوف جوه. هناك توجه عند الحكومه وتفويض لوزاره الداخليه ان هي تقوم بفض الاعتصامات بما يتوافق مع القانون والدستور. حضرتك رجل مطلع على القانون والدستور دوليا، هل ده حق تتبعه الدول في جميع أنحاء العالم، ولا هو مطالبة غريبة قامت بها الحكومة المصرية للداخلية؟ يعني بدأ أنا أود أوضح شيء مهم جدا لا يزال يتم تداوله في مصر حتى ما بين الخاصة بشكل مغلوط. القانون الدولي هو اللي بيحدد الحقوق والحريات بداية، سواء كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، أو العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية اللي صدر سنة 1966. إذا سمحت لي يا دكتور أيمن بعتذر لحضرتك جدا، ولكن لازم أنوه السادة المشاهدين أن دلوقتي سيتم الفصل ما بين هذه الجولة الإخبارية اللي بتذاع على CBC وCBC بلس 2. حضراتكم تقدروا تكملوا مشاهدة هذه الجولة الإخبارية حتى الساعة 5 مساء على CBC بلس 2، أما CBC فتعود إلى خريطتها البرامجية المعتادة الآن. عذرا للمقاطعة دكتور. تحديدا منذ 1948 كل دساتير الدول وتشريعاتها الوطنية وقوانينها وحتى بعض اللوائح فيها مرجعيتها وخطوطها الإرشادية العامة بتجد معينها في ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948. ولكن الأهم والذي يعتبر لصيق جدا بالحالة المصرية الآن العهد الدولي لحقوق السياسية والمدنية لعام 1966 الذي يتحدث عن الحق في التجمع السلمي. حق في التجمع السلمي وليس ما بيتكلموش على مظاهرات واعتصامات، لا في كلمة demonstrations ولا في كلمة sit-in، في كلمة باللغة الإنجليزية اسمها right of peaceful assembly، الحق في التجمع السلمي. ومن ثم أمس فقط المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن حين تحدثت نحن نؤيد ونحن نتفهم ونحن ندرك الحق في التجمع السلمي. أما كلمة المظاهرات أو التخريب أو أننا أجيب عصابات من المجرمين الإرهابيين
البلطجية، وأتوجه إلى وزارة الداخلية من قبل أو وزارة الدفاع، العام المنصرم والعام الحالي أو الحرس الجمهوري أو أول أمس مبنى الاستخبارات الحربية في مصر، هذا لم نسمع به في العالم. أصل حضرتك أن المجتمع الدولي لما يشوف هذه الفعاليات اللي بيقوم بها جماعة الإخوان المسلمين مش هيقدر يفهمها قانونا ومش هيقدر يتعامل معاها في إطار دبلوماسي وقانوني متسامح. 1714 مرة ثانية، 1700 مش 900، 1714 أول قانون في العالم كان في بريطانيا العظمى لفض التجمعات والاعتصامات غير المشروعة غير القانونية، unlawful، ولا مرة تانية 1714 في بريطانيا. وكان بيقول إيه يا فندم؟ أي متجمعين خارج إطار القانون، يعني إيه خارج إطار القانون؟ يعني لم يتحصل على إذن أو ترخيص من السلطات ما بين قوسين مجازا وزارة الداخلية أو الشرطة أو البوليس أو الأمن، ما خدش ترخيص، إذن هذا تجمع غير سلمي. القانون بيقول إيه سيادتك؟ بيقول إن هؤلاء المتجمعين بشكل غير سلمي عليهم أن هم يفضوا هذا الاعتصام أو التجمع غير سلمي غير القانوني من تلقاء ذاتهم ذاتيا. وإن دعني أكمل الجزئية لأنها مهمة وخطيرة عشان نعرف إحنا فين والعالم فين. إذا لم يتم أن هم من نفسهم ذاتيا وسلميا فللسلطات المعنية المختصة وفي الحالة دي الشرطة لها أن تفض ذلك بالقوة. ولكن في إجراءات اللي أشار إليها سيادة اللواء محمد بك، في إجراءات اللي وزارة الداخلية عملتها والبيان بتاع وزارة الداخلية أمس والتفويض أمس أيضا، ثم في النهاية زي ما سيادة اللواء أشار كل الدول بتتتبع في الخطوة قبل الأخيرة هي مسائل الإقناع والتفاوض والاتصال المباشر والميكروفونات والتحذيرات. وزي ما قالت اللواء هذه مسألة ليست أمنية شرطية وحسب، ولكنها مسألة إنسانية وأخلاقية، لأن هؤلاء المغرر بهم المضللين في النهاية يحملون الجنسية المصرية ومصريون أشرف، وتحديدا من المغرر به، وليهم كل الحقوق طبعا، ولازم ان احنا نحافظ عليه على حياتهم ان هم بيتظاهروا بشكل سلمي. اما يا فندم واللي انا بتحدث عليه دوليا مش مصريا جنائيا وطنيا، اما المحرض على الارهاب والمحرض على القتل والمحرض على تخريب الاوطان، ولازم نعرف يا استاذ علي انه زي ما للانسان له حقوق الاوطان لها حقوق، وكل الدساتير ومنها دستور مصر، سواء حتى الدستور المعطل الإقصائي لجماعة الإخوان المسلمين لعام 2012 أو كل الدساتير المصرية السابقة ثم الإعلانات الدستورية بتتضمن واجبات المواطن تجاه الدولة تجاه الوطن. لماذا دوما نركز وتحديدا الإرهابيين أو عفوا المجرمين جنائيا لماذا يتشدقون ويتشبثون بحقوق الإنسان ويتنكرون لحقوق الأوطان؟ طب اسمح لي دكتور أيمن نحن نعرف من سيادة اللواء ايه هي حقوق هؤلاء المتظاهرين، يعني احنا ابتدينا بمناشدة من حقهم على وزارة الداخلية، من حقهم على المؤسسات ان هي تناشدهم بمغادرة المكان، بعد كده تدرجا ايه الخطوات اللي وزارة الداخلية هتعملها طبقا للقانون والدستور زي ما جه في بيان مجلس الوزراء امبارح لاخلاء ربع العدوية والنهضة؟ شوف علي بيه، الشعب المصري خرج يفوض الفريق اول افتتاح السيسي وفوض القوات المسلحة والشرطة في التعامل مع الارهاب، مش مع الاعتصامات، مع الارهاب. هم صدروا، هم بدأوا يصوتوا يعملوا، هم يكاد المريب يقولوا خذوني، يعني هم قالوا احنا الارهاب بالعنف يا فندم، العنف والعنف والارهاب. بدأت الناس يعني في مرحلة كده من بعد يوم الجمعة لغاية يمكن اول امس بتاع بدأ في كلام كتير بقى على احنا مش موافقين على فض الاعتصام بالقوة، ده احنا الحوار، لا الاقصاء، لا البتاع، لا المصالحة، لا الكلام ده كله عمل ميوعة في الموقف السياسي، ترتب عليها تضجر كل الملايين اللي خارج دي قالت احنا فوضنا
الدولة وفوضنا الدولة كلها ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي وفي القوات المسلحة وفي جهاز الشرطة انه يخلصونا بقى من الليلة دي، لان الليلة دي معطلة مصالح البلد كلها ومروعة المواطنين، ما حدش قادر يخرج. رمضان ده كانت الناس بتخرج تسهر في كل حتة، وتروح الحسين وتروح الجوامع وتروح هنا، ما حدش قادر. دلوقتي انت سألتك لو بعتك، لو مش بعت ابنك، لو انت خرجت ورحت التلفزيون هتلاقي اسرتك بتطمن عليك كل نص ساعة حي. انت فين، انت فين، انت فين. ده رعب، ده رعب وارهاب، ده لوحده ترويع للمواطنين. ايوه الناس بتخلي السيدات البيت وما تروحش الاشغال وتشتغل من البيت. بقول لحضرتك يعني انا ليا ابن ضابط بطمن عليه كل نص ساعه مثلا، اذا كنت بتطمن على الضابط اللي اللي بيوفر الامن للناس فما بالك الناس، يبقى الناس معذوره في رعبها. واحنا جايين الصبح الشوارع فاضيه، مش متعودين يوم الخميس تبقى الشوارع فاضيه كده، الناس خايفه. الناس خايفه، فلا بد ان احنا يبقى في اجراءات للتعامل مع دول. حسنا فعلت رئاسة مجلس الوزراء امبارح لما حسمت الامر وفوضت وزارة الداخلية في التدخل لانهاء هذا الاعتصام. هذا الاعتصام مش تفويض بالاكل، يعني ده مش توكيل بالاكل ولا تفويض بالاكل ولا امر بالاكل. وفي اجراءات كتيرة جدا كل الدول المحترمة بتعملها. مبدئيا كده الخطة الامنية، انا مش موافق على اللي حصل الفترة اللي فاتت، كراجل الامني عجوز. تمام، ليه؟ لان كان المفروض ان يتم حصار هذه البؤرتين من اول يوم. حصار هم نفسيهم الجماعة اللي جوه اللي بتروع الناس عاملين لجان محدش يقدر يخش عندهم ولا يخرج، ولا اسأل الصحفيين والاعلاميين حقيقة. ولا يخش ولا يخرج لما اطلع على بطاقته وفتشوه ويعملوه بتاع، لكن هم بيخرجوا وجسوا الاجهزة. لو بيخرج يجيب اكل الاول، بيخش ويخرج عادي، بيجيب شرب عادي، بيجيب سلاح عادي، بيستأجر بلطجية عادي. ده غلط، ده قصور في الخطة الامنية. كان يجب ان تتم حصار هذه البؤرتين من اول لحظة. ارجو ان هم تدرجوا ويبدأوا من النهاردة هذا الحصار مبدئيا، ان انا لما اضيق عليه واشوف اللي داخل خارج ما افتحلوش الباب للدعم بكله باكل وشرب وسلاح. وفي قوات بتفصل ما بين اعتصام رابعه العدويه واعتصام النهضه وما خارجه، يعني في قوات بتمنع اشتباكات مثلا ان هي تيجي على الاعتصام، بتمنع اشتباكات ان هي تعتدي عليهم، لكن ما فيش حصار. لكن ما فيش حصار. انا كراجل امن بقول ان كان يجب يبقى في حصار، يبقى ليه على الاقل يمنع دخول اسلحه ومواد تفجيريه وافراد جايين من جنسيات اخرى اي شكل سعادتك من اشكال الامداد. اشكال الامداد ده في ناس جوه سوريين وفي ناس فلسطينيين وفي ناس جايه من افغانستان وناس جايه من باكستان وناس جايه من هنا ومن هنا. الناس دي لو في حصار امني مظبوط وبنفحص زي ما هم بيفحصوا الاعلاميين، زي ما فحصوا التلفزيون وخدوا وسرقوا عربياته، زي ما بيسمحوا عربيتين بكذا مليون، زي ما بيسمحوا لبعض القنوات اللي بتأيدهم ويضربوا ويعتدوا على بعض القنوات الاخرى. احنا مش هنعتدي على حد، انا انا اللي داخل وعليه حاجه هيتظبط. البدايه اللي داخل معاه سلاح طبعا لازم حصار. وكل يوم النداءات الانسانيه دي هي هتوجهها وزاره الداخليه كل يوم وكل ساعه هتقدم. اللي مش عايز يقعد وعايز يتفضل لن تتم اي ملاحقه امنيه الا للاشخاص المتورطين في تحريض على القتل او القتل او الحاجات دي كلها. اتفضلوا خرجوا، اتفضلوا خرجوا، اطمنوا مش هتتم ملاحقات. الناس اللي جوه احنا وصلنا لان المصابين باصابات ناريه خطيره بيخافوا يخرجوا يتعالجوا بره، لان مفهمينهم ان هتظبطوا في المستشفى وتروحوا الامن الدوله تتنفخوا. بيعالجوهم هم جوه بطريقه بدائيه، بيموتوهم، هم عايزين يزودوا الموتى عشان بيتاجروا في الدم وبيتاجروا في الارواح والحاجات دي كلها، بيعذبوا الناس. المشهد شفته في احدى الفضائيات رهيب رهيب، بيلخص لك الفيلم كله. في احدى الفضائيات واحد ماسك فرد خرطوش وبيضرب، بيقول الله اكبر لما اصابت مواطن من حزبه منشيه ناصر. والتاني واقف ماسك بندقية عالي وبيقول ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده هم ماسحين مخهم على الاخر، مفهمين ان انتم معسكر الايمان الوحيد في البلد وبقيه الشعب المصري ده معسكر الكفر. انتم شهداء بدر ودولة كفار قريش. الكلام ده لاحقا المفروض المؤسسات الدينية كلها في البلد تقعد مع الناس دي وتصلح لها المفاهيم الدينية المغلوطة، لان انا اصعب حاجة ان انا اخش على واحد عايز يستشهد وفاهم ان هو لما يقتلني هيخش الجنة ولما يستشهد هيخش الجنة. وقالها لهم الاخ صفوت حجازي الداعية المزعوم، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار بأمانة. ايه يا عم حقيقي سيادة اللواء، لو حضرتك كنت مدير امن لعدد من المحافظات الهامة في صعيد مصر قبل ما تكون مساعد لوزير الداخلية، وبالتالي احنا بنتكلم على تدرج العمل الامني. الاول مناشدة، وهذه المناشدة تستمر عدة ايام، بعد كده حصار
حصار يمنع دخول المواد الغذائية والأسلحة وقبليهم ان تقعد كل القوات المشاركة في الاقتحام من اصغر عسكري لاكبر لواء يقعدوا مع اجهزة المعلومات مع اجهزة المعلومات في وزارة الداخلية اللي هي الامن العام والامن الوطني يسمعوا منهم ادق التفصيلات على التحصينات اللي جوه وعلى كمية الاسلحة واماكنها والقناصة والحاجات دي عشان ما خشش مرميش ولادي برضو لبوتقة وهو داخل ما هوش عارف يلاقي نفسه بيتقتل اوانطة يبقى عارف مكامن الخطر جوه في كل خطوة وبعدين بتتقسم ليس ما بزعش اسرار بتتقسم منطقة جغرافية قطاعات مربعات طولا وعرضا بيبقى في قيادة واحدة موحدة عشان وتكون تتسم بالكياسة وضبط النفس والحزم والخبرة التراكمية كلها والقيادات اللي متقسمة دي قطاعات كل قطاع مسؤول عن قائد هذا القائد لا يصدر امر بالتعامل الا بعد الرجوع للقائد الاعلى ما لم يتم اطلاق نار مباشرة عليه يعني ما اقدرش اقول لعسكري لما اضرب عليك نار استنى لما يجيلك تعليمات والا بقى انا بموته يعني ما لم يتم اطلاق نار مباشرة عليه لابد ان ياخد تعليمات ولابد ان يتسم بضبط النفس والكياسة عايزين كل الاجراءات دي عشان نقلل الدم بص حضرتك ساعة الصفر لا ادعي ان انا اعرفها ولا ادعي اي خبير ان اعرفها ولا حد يعرفها يبقى وزارة الداخلية بتهرج على طول تمام الى ان يتم ساعة الصفر في الاجراءات اللي بقول لحضرتك عليها من الحصار ومن تجهيز وتشوين مسرح العمليات واعداده للعملية من عربيات المية وقنابل الغاز والرصاص المطاطي والخرطوش وانت مش هتخش تضرب بالرصاص كده على طول لان هم مش ما هوش اعداء دول ابناء وطن حتى لو كانوا من الفئة الضالة لكن هم مصريين والدم هنا وهنا مصري لازم يبقى محافظين عليه وهو كمان لازم يفهم هذا الكلام وهو لازم يفهم انه هو اللي هيحدد درجة شراسة المعركة ازاي قانون الاجراءات المصري بيقول للسلطات التنفيذية عند اطلاعها بتنفيذ اي امر قضائي بضبط فلان الفلاني ان تتخذ من القوة ما يتلائم مع بالقدر الملائم للسيطرة على المطلوب ضبطه القدر الملائم للسيطرة هو اللي هيحدده ليه لو قومني بايديه همسكه بايديا لو قومني بعصايا هحاول امسكه بايديا لو قاومني برش مية برش اي حاجة هتبقى معقولة لكن لو قاومني بالسلاح الالي لو قومك بخرطوش الحكومة تعمل ايه حاول الداخلية ترد يعني هو بص اي ضرب نار لازم يقابله ضرب نار مباشرة تناسب. ولذلك عشان تتناسب عشان تبقى ملائمة القوة مع لازم هو يبقى على درجة من العقل ويعرف ان 95 من الناس اللي موجوده في الاعتصام دي ما لهاش اي ملاحقات قضائيه حتى وقت الاقتحام ما دخلش نفسه هو في مقاومه سلطات وقتل والحاجات دي كلها يعاقب عليها بالاعدام لا نقف عند النقطه دي يا سياده المعتصمين اللي اذا تم فض الاعتصام من خلال عمليه تقوم بها وزاره الداخليه تمام المعتصمين اللي هيقاوموا رجال وزاره الداخليه باي شكل من الاشكال هيكونوا خلفهم عليهم مقاومه السلطات بالقوه الجبريه اذا نتج عن هذه المقاومه قتل يعني اصيب مجندي او ضابط او قياده او مات هو يتحكم على قتل عمد مع سبق الاصرار بيتعلق على المشنقه هو دي ارواح ناس ده مش تهريج زي بالظبط ما اي حد فيهم هيموت هتتم تحقيقات عاليه جدا والنيابه هتنتقل وتشوف هل اتضرب عليه في اطار القانون وفي اطار ان هو كان بيقاوم بسلاح متناسب مع سلاح ضرب بيه ولا في حاجه اسمها عذر تجاوز الدفاع الشرعي يعني لو الضابط كان في امكانه انه يمسكه او انه ضربه في رجليه او انه ضربه خرطوش او حاجه واطلق رصاص ناري على دماغه على طول هيحاسب ويحاكم جنائيا العمليه مش تهريج دي ارواح وده دم ودي اغلى حاجه اللي اول حاجه ربنا بيحاسب عليها يوم القيامه ولذلك هم الله يكون في عون القيادات اللي موجوده دلوقتي وكل التاخير اللي تم في اليومين اللي فاتوا دول لحقن الدماء المصريه مين يقوم بهذه العمليه في اجهزه الشرطه يعني القياده تكون مع مين حضرتك قلت لنا ان هذه القوات لازم يكون ليها قياده واحده وقيادة تتصف بالمواصفات اللي حضرتك قلتها مين من قطاعات وزارة الداخلية يقوم بهذه العملية أنا كنت كمدير أمن سواء في المنيا أو في الأقصر أو في الحتة دي كلها هو مدير الأمن المسؤول الأول والأخير عن كل ما نقطة دم تقع في عنده بس هو كمدير أمن تبعه أجهزة كتير تبعه الأمن المركزي ليه قيادة منفصلة هتبقى تحت رئاسته والأمن العام كجهاز معلومات ليه قيادة
المفتشين الامن العام اللي هيكونوا تحت رئاسه مدير الامن. امن الدوله والامن الوطني ليها قياده برضه هتبقى يعني هتتركز كل المسؤوليات في ايد القائد المنوط به. وانا اعتقد انه لازم يكون مدير امن شخصيا مش مدير مدير امن القاهره والله يكون في عونه. هو راجل كويس جدا جدا وانا عارف مدى تعقله وكياسته وضبط النفس عنده على الاخر اللي هو اسامه الصغير. والله يكون في عونه لان هو برضه حجم السيطره على كل القوات دي اللي تتلائم مع دي هترجع بعد كده. انا ممكن ادي تعليمات لكن القياده المتوسطه او القياده الصغرى ما التزمتش. هل نحن بصدد عمليه غير مسبوقه؟ ما حصلتش عندنا في مصر في الايام دي التعامل مع هذه الاعداد في مكان واحد وبالتالي التعامل مع حجم القوات اللي تتعامل مع هذه الاعداد في مكان واحد. ويجب كمان انها يكون فيها يعني بقدر الامكان يكون فيها نوع من الاساليب المبتكره او حاجات غير متوقعه. يعني كل ما كان السلاح ده انساه اشيله لكن انساه خالص انساه خالص وابدا بالميه والغاز ووسائل اخرى كتيره جدا 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 يكون احسن. لان انا مش داخل على عدو صهيوني، انا داخل في الاخر على مصري. ولكن احنا متفقين ان انا حريص عليه رغم ان هو مش حريص عليا الا اذا هو بقى اصر على قتلي. لو اصر على قتلي هيبقى في رد ضروره القصوى. خلاص بقى. طيب هذه عمليه زي ما حضراتكم متابعين معانا عمليه قد تحدث في الساعات المقبلة، عملية غير مسبوقة من ناحيتين، من ناحية الأعداد الموجودة في الاعتصامات بالذات في اعتصام رابعة العدوية، هناك أعداد تقدر بالألاف في بعض الأيام اللي هي بتكون أيام الجمعة. هذه الأعداد تصل إلى عشرات الألاف، وبالتالي إذا تم التعامل معها ميدانيا على الأرض من قبل جهاز الشرطة هتكون أيضا القوات المشاركة في هذه العملية قوات كبيرة بشكل قد يكون ما حصلش قبل كده، ما شفناهوش في مسارح العمليات في مصر. أي عملية زي دي محتاجة بتثير جدل في الشارع السياسي، بتثير ردود أفعال مختلفة. عندنا بعض الأحزاب اللي أعلنت معارضتها منذ الأمس لهذه العملية، عملية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وهناك أحزاب أخرى قررت إن هي موافقة على هذه العملية وقد تأخرت. التحالف الوطني لدعم الشرعية بيقول، وهو التحالف اللي حزب الوسط وجماعة الإخوان المسلمين هم عماده الرئيسي، بيقولوا نرفض قرار حكومة الببلاوي، وحزب النور بيوافق هذه هذا التوجه. حزب النور قال ان هناك رفض لفض اي اعتصام بالقوة. الحل الوحيد من وجهة نظر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور في تصريحه الإعلامي بالأمس، الحل الوحيد هو المفاوضات والحلول السياسية. حزب مصر القوية أيضا وهو الحزب الذي يرأسه دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رفض فض الاعتصام سواء في النهضة أو في رابعة العدوية أو حتى في ميدان التحرير زي ما جه في البيان، رفض فض الاعتصام بالقوة. وطالب المعتصمين في جميع الميادين المصرية في النهضة في رابعة العدوية وفي ميدان التحرير بإعلان هؤلاء المعتصمين نبذهم للعنف، وإعلان هؤلاء المعتصمين إن اعتصامتهم خالية تماما من الأسلحة. المؤيدين للاعتصام زي ما حضراتكم شايفين معانا هم حزب المصريين الأحرار، على لسان عضو اللجنة العليا للحزب الأستاذ محمود العليلي قال إن هذا الفض أو هذا الأمر بفض الاعتصام قد تأخر بالفعل، وإن رد فعل المعتصمين هو الذي سيحدد طريقة فض الاعتصام. بيتفق مع سيادة اللواء محمد نور الدين ضيفنا النهاردة في إن رد فعل المعتصمين هو الذي يحدد طريقة فض الاعتصام. حزب الدستور على لسان وكيل مؤسسي الحزب الأستاذ أحمد دراج قال إن القرار جاء متأخرا ولكن ليس متأخرا كثيرا، هناك تعذيب يحدث في هذه الاعتصامات زي ما أستاذ أحمد دراج بيقول، وبالتالي يجب على قوات الأمن حفظ أمن المواطنين في الوطن. أخيرا المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير أستاذ أحمد طه قال إن يجب التدرج في الوسائل لفض هذا الاعتصام، ولكن يجب أيضا فض الاعتصام سريعا لما يحدث من هذه الاعتصامات من تعذيب للمواطنين وأذى للسكان المحيطين بمكان الاعتصام. دكتور أيمن، هناك تخوف، وإحنا بنتكلم على فض الاعتصام هناك تخوف من ردود الفعل الدولي. هل عندنا في القانون الدولي صيغة بتقول إن الشرطة تتعامل مع الاعتصامات بهذا الشكل، تسمح لوزارة الداخلية على وجه التحديد بأن هي تشرح ما سيجري في الأيام المقبلة للمجتمع الدولي؟
لا ما احنا ما بنشرحش للمجتمع الدولي، ولكن انا عايز اعقب على مسألة التشرذم السياسي ردود الافعال وردود الافعال يعني. ودعنا اكون صريح، احنا بنعيش لحظة جهل قانوني ودستوري كبيرة في مصر غير مسبوقة. لما صدر، اديك امثلة حية يعني، لما صدر الاعلان الدستوري عن السيد رئيس الجمهورية المؤقت، سمعنا بعض كبار اساسة في مصر واحزاب معينه اللي هي بتعارض التدخل الشرطي لفض الاعتصام، قالوا لابد ان يكون هناك حوار مجتمعي، ونسوا ان هذا الرئيس رئيس مؤقت غير منتخب ديمقراطيا، وان ذلك اعلان. يعني رجل الشارع العادي لو جيت تقول له اعلان هيقول لك ما فيش حوار، هو الاعلان، وهذا ليس دستور ليس عقد. الاعلانات الدستوريه لا تصدر الا عن السلطة، سلطة الأمر الواقع. مجلس عسكري، مجلس قادة الثورة سنة 52-53 لا يحتاج حوار مجتمعي، لأن ما فيش وقت، لأن في ظروف استثنائية قاهرة وحالة ضرورة لا تهدد السلم الأهلي فقط، ولا تهدد النظام العام في مصر فقط، ولكن تهدد بقاء وكيان الدولة ذاته. وده المنطوق اللفظي اللي قريته السيدة معالي وزيرة الإعلام أمس، تهديد كيان الدولة. احنا في مصر نجهل أمور كبيرة، إن القانون الدولي ذاته بيقول إيه؟ القانون الدولي في أحكامه، إذا تعارضت مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان مع مقتضيات السلم والأمن الدوليين فالغلبة والرجحان للسلم والأمن الدوليين. المادة رقم 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في 1998 ترخص لمجلس الأمن في المادة 16، بالرغم أن هذه المحكمة الجنائية الدولية خارج الأمم المتحدة، ترخص للمجلس إرجاء، تعطيل، تأجيل الملاحقات الجنائية لمتهم، مش متهم باعتصام، متهم بارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم عدوان أو جرائم ضد الإنسانية، تأجيل الملاحقة وتأجيل المحاكمة إذا كان في قفص المحاكمة وفي حوزة المحكمة، إذا كانت محاكمته بالعدالة وبحقوق الإنسان تهدد السلم والأمن الدوليين. سيدي الكريم، المادة رقم 16 من النظام، المادة 19 عفوا من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966 اللي بيحدد من في ثناياه وفي مضموراته الحق في التجمع السلمي للدولة السيدة، ما بين قوسين الدولة ذات السيادة، أن تقيد كل الحقوق وكل الحريات في ظروف قاهرة وحالة ضرورة وفي ظروف استثنائية عدا أربع حقوق حصرا وعدا. بس ده مش رجعنا لشكل ديكتاتوري من وجود لا الدولة. يا سيد الكريم، يا سيد الكريم، الأوطان لها حقوق، وهم لما تيجي عشرات ومئات البلاغات من المصريين الشرفاء قاطني مدينة نصر وغير مدينة نصر اللي هجروا الأماكن والمساكن اللي عايشين فيها من 100 سنة يا فندم، هو ده مش تهديد للسلم الأهلي والنظام العام والأخلاقات؟ هو ده تجمع سلمي يا أخي الكريم؟ هو في عفوا في تجمع بالمواشي؟ هو التجمع السلمي إن أنا أتحرك من مكان التجمع السلمي بفرض أن في رابع العدوية تجمع سلمي، وأذهب لقطع جسر 6 أكتوبر المحور والشريان الرئيسي ربما إذا كان الأوحد داخل مصر سيادة اللواء منذ 1975، هذا تجمع سلمي؟ ومعانا الأسلحة والفيديوهات جابت الأسلحة، والأسلحة المهربة للأسف للإجراميين الجناة ملفوف بها على مصر الشريف، هذا تجمع سلمي؟ احنا في امور مغلوطة. القانون الدولي بقى تحديدا المبادئ العامة للجماعة العامة للأمم المتحدة لـ 1990 لهيئات انفاذ القانون التي نجهلها في مصر ولم يتحدث احد عنها في مصر، الشرطة، الامن، الحرس الجمهوري، الدرك الوطني، الحرس الوطني، الجيش، قوات الامن، القانون الدولي سماها لو انفورسمنت باديز، اجهزه وهيئات انفاذ القانون، رخص لها استخدام الاسلحه الناريه
الحية في حالة الضرورة القصوى بشرط التناسب والتماثل إذا كانت في حال الدفاع عن النفس حالة فض أو اعتقال مجرمين جنائيين زي ما أشار ست اللواء، ولكن بشرط مهم جدا أن يكون اللجوء ذلك إلى الاستخدام الدفاع عن النفس هو الملاذ الأخير لاستخدام السلاح الناري، وأن تستنفذ المفاوضات والمساومات والإقناع حتى آخر لحظة قبل تنفيذ العملية الأمنية لفض ذلك التجمع غير السلمي غير المشروع. اسمح لي دكتور أيمن أن أنا أخذ معنا على الهاتف، كنا قرأنا لحضراتكم رد فعل حزب النور وهو رد فعل رافض لعملية فض الاعتصامات في ربعة والنهضة. معنا على التليفون دكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. دكتور يونس برحب بحضرتك، وسؤالي لحضرتك لماذا يرفض حزب النور فض اعتصام ربعة العدوية والنهضة؟ اولا تحياتي لحضرتك والساده الضيوف ولكل المشاهدين. اهلا بسيادتك. احنا يعني كلامنا واضح، احنا كنا قلنا نرفض فض الاعتصامات بالقوه او استخدام العنف، هذا كلامنا ايه على وجه التحديد. احنا قلنا ان فض الاعتصامات بالقوه واستخدام العنف ربما هيؤدي الى مزيد من الضحايا والدماء، والعنف سوف يولد عنفا مضادا وندخل في دايره مغلقه لا نخرج منها. الامر الثاني ان احنا بنرى ان الخروج من هذه الازمه لن يكون بالحل الامني. احنا جربنا الحلول الامنيه قبل ذلك في قضايا كثيره ولم تفلح ولم تنجح. بنرى ان الحل الخروج من هذه الازمه بيكون عن طريق ايجاد حل سياسي وعن طريق التفاوض. الامر الثالث ان احنا بنقول ان ارواح المصريين ودمائهم وسلامتهم دي مسؤوليه القائمين على امر البلاد بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم. دكتور يونس، احنا عندنا هذا الاعتصام اللي موجود في ربع العدوية واعتصام النهضة، وزارة الداخلية بتقول ان تم العثور على جثث تم تعذيبها داخل هذا الاعتصام. صحفيين غربيين بيقولوا انه شاهدوا بعيونهم معتصمين يحملون اسلحة اوتوماتيكية داخل اعتصام ربع العدوية. هل ما زلتم في حزب النور شايفين ان اعتصام ربع واعتصام النهضة هي اعتصامات سلمية يجب الابقاء عليها؟ والله دي كلها مجرد ادعاءات تحتاج الى ادله، واحنا من اهم مكتسبات ثوره 25 يناير ان احنا بنرسخ دوله القانون وان تكون كل الاجراءات في اطار القانون والدستور. فاحنا كحزب النور يعني احنا بنرفض اي اجراءات خارج الاطار القانوني والدستوري. كل من ارتكب مخالفه لابد ان يعاقب كائنا من كان، مع وجود ادله قاطعه على ذلك، والقضاء يتولى التعامل في اطار القانون والدستور. انتوا في حزب النور معلوماتكم ايه عن الاعتصام؟ انتوا في حزب النور شايفين الاعتصام سلمي؟ احنا ما نشاهده على شاشات التلفزيون ان ناس جالسه بنساء واطفال ورجال، اما المعلومات بخبرنا بيها حقيقه انا ليس عندي علم بيها، وتحتاج الى تمحيص وتدقيق وان يكون في ادله فعلا، ولو في ادله على ذلك يتعامل معها بالقانون وبكل حسم، ونحن مع ذلك، ولكن مجرد ادعاءات بدون دليل فهذا امر يعني اعتقد ان ليس فيه انصاف. عايز اخد راي حضرتك برضو دكتور يونس في اقامه المتاريس الاسمنتيه اللي شفناها في طريق النصر في الايام السابقه من جانب المعتصمين، هل ما زلتم شايفين ان هذا التصعيد يعتبر في اطار التظاهر السلمي لمتظاهرين ربع العدويه؟ احنا طبعا ضد غلق الطرق وتعطيل مصالح الناس تماما، وموقف حزب النور واضح ان من حق الشعب المصري اي سنة تعبر عن نفسها تعبيرا سلميا عن طريق المظاهرات او الاعتصامات دون الاضرار بالناس ودون قطع الطرق وقطع المواصلات. ده امر موقف واضح، انا نرفض ذلك تماما. كذلك موقفنا واضح، بنرفض خطاب التكفير خطاب العنف، كل ده موقفنا واضح تماما، وده كان من ضمن الاسباب ان احنا ما نزلناش. نرفض الخطابات العنيفه، بنرفض التصعيد، وفي نفس الوقت يعني احنا الخطأ لما يقع من افراد غير لما يقع من دولة. عندما يقع خطأ من افراد او فئة من الشعب الدولة تصحح هذا الخطأ، اما اذا حدث الاعتداء على القانون من الدولة فدي تبقى الطامة الكبرى. لذلك ما طيب يا دكتور يونس، ما هو اذا كان حزب النور يرفض فض هذا الاعتصام، اعتصام ربع العدوية والنهضة، وفي نفس الوقت حزب النور ايضا يرفض
المعتصمين ان هم يقطعوا الطريق ويقيموا متاريس اسمنتية في طريق النصر، الا يؤدي بنا هذا الموقف الى حالة من الشلل اذا كنا هنرفض الجانبين وبالتالي ما يبقاش في اي تصرف؟ احنا موقفنا من الفض ان احنا نرفض استخدام العنف مع متظاهرين سلميين او فض الاعتصام بالقوة، لان احنا شفنا يوم الجمعة الماضية سقط اكثر من 70 او 100 قتيل مما شك فيه دم مصري اثر في المصريين جميعا، ولا احد ابدا يرضي هذه الدماء مهما كانت المبررات ومهما كانت الاسباب. طبعا هذه جريمه بكل المعاني، واحنا شفنا في عهد الدكتور محمد مرسي في ناس تهجموا على القصر الاتحاديه والقوا عليه بالمولوتوف واتوا بالبلدوزر عشان عايزين يشيلوا باب الاتحاديه، وما سمعناش ان حد وصفهم ان هم ارهابيين. لا تم القاء القبض على الشخص ونال جزاءه قضائيا. حضرتك بتقول ان الحل الان هو حل سياسي، ولكن عندنا جماعه الاخوان المسلمين ترفض المشاركه في اي نوع من انواع الحوار السياسي. انتوا في حزب النور هل حاولتم الاتصال بالاخوان المسلمين واقناعهم بالجلوس الى مائده التفاوض؟ أنا طبعا احنا كنا تبنينا مبادرة اللي هي مجلس الحكماء والعقلاء، وكان وجهة نظرنا تكون تحت مظلة الأزهر وشيخ الأزهر، واتفقنا مع شيخ الأزهر على ذلك، وقال أنا أدعمكم بكل قوة، اتخذنا خطوات فعلا لنتفق على رؤية مشتركة لكيفية الخروج من هذه الأزمة، ولكن فوجئنا أن مؤسسة الرئاسة أصرت أن هي ترعى هذه المصالحة، وفعلا عقدت جلسة مصالحة في مقر الرئاسة مع المستشار عدلي منصور، ولكن وجهة نظرنا ان اي مؤسسة رسمية تدعو لحوار وطني ومصالحة بيكون تأثيرها ضعيف او بيكون مصيرها للفشل، ويضاف الى ذلك من الاطراف الفاعلة غير موجودة. طيب ماذا عن اتصالاتكم بجماعة الاخوان المسلمين دكتور يونس؟ حاليا اتصالات ضعيفة، وبيتم الاتصالات بين الحين والاخر، واعتقد ان هو مع تغيير الواقع على الارض ممكن تتغير المواقف، ولكن لابد ان كلنا ندفع لحل سياسي واستيعاب الجميع وعدم اقصاء احد. هذا ما نراه في المرحله القادمه. مفهوم يا فندم، واشكرك شكرا جزيلا. نعم. دكتور يونس مخيون رئيس حزب النور موضحا موقف الحزب تجاه فض اعتصام رابعه العدويه. معنا ايضا على التليفون دكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد. دكتور عبد الله برحب بيك واسف ان احنا اتاخرنا عليك. دكتور عبد الله، موقف حزب الوفد تجاه مناشده او الامر اللي اصدره مجلس الوزراء لوزاره الداخليه بالتعامل مع الاعتصام وفقا للقانون والدستور؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. خلينا نؤكد على ان طبعا حزب الوفد رحب بقرار مجلس الوزراء بتفويض وزاره الداخليه في ان تمارس عملها وفقا لاحكام الدستور والقانون، وبالتالي هذا الامر طبيعي. يعني احنا عندما طلب سياده الفريق السيسي نزول الشعب لتأييد مؤسسات الدوله في حربها ودعمها لتلك المؤسسات في حربها على الارهاب، انا اعتقد كان هناك تفويضا شعبيا كبيرا. لو ان يعني انا عارف من الناحيه القانونيه واساتذتي معاك موجودين عارفين هذا الامر، ان مؤسسات الدوله بالفعل لا تحتاج الى تفويض، ولكن تحتاج الى دعم معنوي قوي، وهو ما حدث بالفعل يوم 26 يوليو. وبالتالي احنا نتمنى ان يكون هناك تطبيق لاحكام الدستور والقانون. وعلى فكره احنا لو طبقنا احكام الدستور والقانون يعني هنلاقي كل الامور دي هتتحل. والله الاشخاص السلميين سهل جدا، انت بتتعامل معهم زي ما بنشوف في كل دول العالم، مثلا على سبيل المثال رش المياه ثم القنابل المسيله للدموع، اذا كان هناك مقاومه واطلاق رصاص خلاص كده، يعني انت دلوقتي كده خرجت نطاق السلميه، وبالتالي رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه يعلمون ان خلاص دي كده انتهت قاعده السلميه، وبالتالي من حقك تتعامل معه وفقا حتى لقواعد قانون العقوبات العادي. مفهوم. دكتور عبد الله اسمح لي اسالك وحضرتك مطلع على الشان السياسي بصفه عامه، واوضح لك ان اكيد متابع ان في انقسام في ردود الافعال على هذه الدعوه. حزب النور وحزب مصر القويه يرفضوا فض هذا الاعتصام. على الجانب الاخر حزب الدستور، حزب الوفد، المصريين الاحرار وعدد اخر من الاحزاب المدنيه يؤيدوا فض هذا الاعتصام.
حضرتك مش شايف معايا ان عملية فض الاعتصام هتكون نقطة فاصلة في اي مستقبل لوفاق سياسي في مصر في الفترة القادمة؟ لا يعني هذا مبالغ فيه. يعني انا احنا كاحزاب سياسية احنا في دولة قانون، ودولة القانون تستلزم ان يتم تطبيق القانون على جميع المواطنين. انا كل لما انا اؤكد عليه، انا اتمنى ان يكون من الحصافة السياسية وزارة الداخلية يكون عندها حصافة سياسية وأمنية ألا يكون فض الاعتصام في خلال الأيام اللي هي قبل العيد. يعني أنا شايف أن ليس من الصحيح أو ليس من السليم أن يتم فض الاعتصام في الثلاث أربع أيام اللي جايين دول. ده من وجهة نظر أنا الشخصية يعني. لكن فض الاعتصام لأن زي ما مع احترامي يعني طبعا لحزب النور ومصر القوية، أنت تتحدث عن حق الاعتصام السلمي، مفهوم يا فندم. تتحدثش ليه عن حق المواطنين في الحياة اللي هم أهالي ربعة؟ وبالتالي أنا بس بأؤكد على أمر مهم جدا. فضل. أن للأسف الشديد دعني أتحدث عن الطابور الخامس الذي ابتدى أن هو يجهز بيانات الإدانة المسبقة لوزارة الداخلية من قبل أن تبتدي وزارة الداخلية. الطابور الخامس المدفوع للأسف الشديد من بعض السفارات الأجنبية المعروفة، تمام، وحركات وشخصيات عامة معروفة، تمام. هذا الطابور الخامس عليه أن يستحي، وإلا يجب أن تتعامل معه الدولة بإعلان أسمائهم، لأن هذا الطابور الخامس لن يكتفي إلا بنشر أسمائهم علنا حتى يعرف الشعب المصري من هؤلاء الذين يدفعون دفعا من بعض السفارات لإدارة المؤسسات الدولة ولخنقها ولعدم عملها على الوجه الذي يتطلبه الدستور والقانون. مفهوم دكتور عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، معقبا على ردود الأفعال أو موجزا لنا ردود الأفعال عن قرب أو إعلان وزارة الداخلية ونشدتها للمعتصمين إن هم يسيبوا الميادين تمهيدا لفض الاعتصامات في ميدان رابعة وفض الاعتصامات في ميدان النهضة. أنا بحيي الدكتور عبد الله المغازي على كل كلمة قالها، سواء من الناس اللي هي هتبدأ من دلوقتي مجهزة بيانات الإدانة المعروفة باتصالاتها بالسفارات الخارجية وكلها مرصودة في الأجهزة الأمنية، أو من حرصه برضو على إنفاذ القانون بس مع مراعاة المشاعر الدينية في الأيام اللي جاية ليلة القدر وليالي العيد ورمضان والحاجات دي كلها. وبشكره على تعاطفه مع رجال الأمن في المهمة الثقيلة، دي مهمة ثقيلة على أنفسنا جميعا. هم بس هم اللي هيحددوا مش إحنا. مالين سيادتك مع احترامي للدكتور رئيس حزب النور ما شافش المواقع الحربية اللي محطوطة شكاير الرمل دي متاريس في انا حضرت حرب اكتوبر المجيد. ده انا ما اقدرش اقف بالبندقية الالي واضرب عليك كده وانا واقف بطولي كده اموت. لما اعمل شكاير رملية دي معناها ان دي مواقع هيتم منها مواجهة قوات الشرطة وقوات الدولة بالسلاح، ملهاش حل تاني. لو هي معيقات عشان خاطر تمنع العربات انها تخش كانوا حطوا فرق كويتش وبعدين ولعوا فيها، لكن شكاير الرمل والمتاريس اللي رجل غراب دي واحده رايحه واحده جايه، دي مواقع حربيه تماما. تذكرني بخط برليف، عاملين خط برليف في رابعه العدويه، ده كلام. سياده اللواء، عايز اسال حضرتك عن حاجه سمعتها عابره من وزير الداخليه ولكن ما خدتش حقها في النقاش. وزير الداخليه قال ان احنا بنفكر ان احنا نستعين بفريق من النيابه العامه يشارك قوات الامن في عمليه فض الاعتصام اذا تقرر فض الاعتصام بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه. احنا تابعنا في المظاهرات في الايام اللي فاتت القوات المسلحه تقوم بتصوير عمليات الشغب والاعتداء على المنشات والاعتداء على المتظاهرين السلميين، ولكن هذا التكنيك غايب عن وزاره الداخليه حتى هذه اللحظه. ايه السبب؟ لا هيتم في الفض دوت، لازم يتم. واخد بالك حضرتك؟ بص، وزاره الداخليه اتلسعت من الشوربة وشالت الليلة كلها في أيام أحداث 25 يناير، وقيادات اتحكمت وقيادات أنهيت خدمتها وقيادات، فبقت بتنفخ في الزبادي لدرجة إن احنا دلوقتي بعتنا أذونات النيابة للنائب العام، السيد النائب العام بعد موافقه قال طلب إيه؟ طلب خطة الاقتحام يطلع عليها ليطمئن قلبه، مع إنها واقعة يعني سابقة الأولى
في تاريخي مع التعامل مع النيابة طول عمرها بتطلب من ضباط الملاحظ تكثيف التحريات، لكن عمرها ما طلبت مننا خطتك للاقتحام لضبط معتصمين او مجرمين او اي حاجة. طلب واطمأن. بعد كده انا بزيد على طلب وزير الداخلية باستحاب اعضاء النيابة، ده استحاب اعضاء نيابة وجماعات حقوقية وكل والاعلام كله يتفضل يشوف على الطبيعة ويصور على الطبيعة، ما لابد ان يكون في طائرات بعيدة شوية تصور كل حاجة، لان انا معلوماتي ان في برضو مع الاولاد المعتصمين الاسلحة الطويلة اللي كانت معنا دي حاجات تتشال على الكتف عشان تضرب اي طيارة تقرب من الموقع. طب انا عايز اناقش حضرتك في هذه النقطة مناقشة اكثر تفصيلية، ولكن معنا الان مشاهدينا نص لمناشدة وزارة الداخلية يلقيها علينا اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. هذا جانب من المؤتمر الصحفي اللي عقدته الوزارة، وفي هذه المناشدة للمعتصمين بترك الميادين. نتابع هذه اللقطات من المؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على قرار مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة اتجاه اعتصام ميداني ربع العدوية والنهضة، نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين، وتكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم، فإن وزارة الداخلية في إطار التزامها بتنفيذ كامل واجباتها وحرصا على المصلحة الوطنية العليا للبلاد تدعو المتواجدين بميداني ربع العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتجلب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما، حرصا على سلامة الكافة مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته. سدد الله خطى مصر العزيزة وحماها من كل سوء. هذه كلمة اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في مناشدة من وزارة الداخلية للمعتصمين بفض هذا الاعتصام. سيادة اللواء، كان في جه في الكلمة تعهد كامل بخروج آمن، ايه هي الاجراءات اللي ممكن تضمن للمعتصمين لو في حد من المعتصمين ده بيتفرج علينا دلوقتي او اهله في البيت بيتفرجوا علينا دلوقتي وعايزين يطمنوه، ايه هي الاجراءات اللي تضمن له خروج آمن ممكن وزارة الداخلية تساعده بيها؟ زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة، عدم المتابعة القضائية لما يسمى مثلا جريمة مجرد الاعتصام. مجرد الاعتصام الفترة اللي فاتت اللي زادت عن شهر مهما عطلت المواطنين وناس مش عارف قضت حاجتها في الشارع وناس استحمت وناس والأذى ده كله، مفيش أي متابعة قانونية ما لم يكن متورطا في حادث اغتيال مواطن مصري أو تحريض على القتل. أما الناس مجرد الاعتصام قاعد أنا وولادي والكلام من ده المدة دي كلها عطلت عملت، تفضل بالسلامة. ماذا تفعل وزارة الداخلية أكتر من البيان اللي قاله اللي هو هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم العلاقات العامة؟ هتسمع هذه المناشدة كتير اليومين اللي جاية علشان بس الناس اللي بيتكلموا ويقولوا مع عدم الفض، طيب ادينا البديل. ادينا البديل، ماذا نفعل قصادهم؟ نقول لهم خليكم كده على طول معطلين مصر ومعطلين اقتصاد مصر ومعطلين حياة مصر ومروعين الناس. بقول لحضرتك الناس بتسأل على ولادها كل نص ساعة بالتليفون عشان خاطر تطمن عليه انه ما تعرضش لمسيرة والمسيرة حد ضرب فيها نار، لسبب كان في يجي 40 مليون او كذا و30 مليون في الميادين يوم الجمعة ما ضربتش رصاصة واحدة، كان بيضرب شماريخ في الجو اجواء احتفالية وناس طيبة جدا والمسيحي فطر مع المسلم وصاموا مع بعض ودقة اجراس الكنائس مع اذان المغرب والحاجات دي كلها، وكانت ملحمة مصرية وطنية جميلة. اي بقى خروج من ربع العدوية او من ميدان النهضة خرجوا مترين ثلاثة راحوا بين السرايات حصل جثث وأكل وإصابات. حصل خروج مترين ثلاثة منهم عدوا الكوبري بس وراحوا المانيال ركبوا المآزل وقتلوا 12 شاب من خيرة شباب المانيال ودخلوا في خصومة معهم. خرجوا في شارع النصر اشتبكوا مع أهالي منشية ناصر، خلي بال حضرتك الاشتباكات والضحايا دي كلها ما بينهم وما بين أهالي، ما فيش شرطة ولا جيش ولا أي قوات نظامية عشان خاطر الناس بعد كده تقول إن إيه ده هو استعمال مفرط للقوة، ده كان اشتباكات في مسبيره كان مع الأهالي أهالي بولاق والعيلة، بين السرايات كان مع أهالي بولاق الدكرور، في المانيال كان مع أهالي مصر القديمة،
في شارع النصر كما اهالي منشيه نصر. طيب يعني الناس اللي بتقول ده اعتصام سلمي والدكتور رئيس حزب النور بيقول اعتصام سلمي، اين السلميه؟ اين السلميه؟ امال الاعتصام الارهابي المدجج بالسلاح يبقى فين؟ في الشيشان؟ دكتور ايمن، كنت سالت سياده اللواء ايه الاجراءات اللي ممكن وزاره الداخليه تتخذها وهي اذا تقرر فض هذا الاعتصام بعمليه من وزاره الداخليه، وحضرتك استاذ في القانون الدولي ولك اطلاع على التجارب القانونيه في الخارج وفي الداخل، تعمل ايه وزاره الداخليه علشان تؤكد للمجتمع وتؤكد للمجتمع الدولي ايضا لان هو طرف مهم معانا، تعمل ايه علشان تؤكد لهذا المجتمع ان كل الاجراءات اللي هتحصل هتكون موافقه للقانون والدستور؟ هل على سبيل المثال زي ما سياده اللواء قال تاخد حقوقيين معاهم، تاخد رجال النيابه معاهم، تصور الموضوع؟ اشرح لنا وجهه نظرك في نقطه بعد مهمه. ان يعني لما تعوض في مصر في احداث جسام قد تكون يعني على درجه مماثله في احداث الامن المركزي في فبراير 1986 لم يكن هناك ثم تفويض لقوات المسلحه بالنزول لان ده واجب دستوري. في 26 يوليو الماضي الديمقراطيه الشعبيه المباشره الكاسحه التي لم نشهدها في العالم، ملايين الملايين، الجيش لا يحتاج ثم التفويض لان الجيش عليه واجب دستوري. وزاره الداخليه في مثل هذه الاحوال هي الهيئه التنفيذيه المنوط بها في العالم وليس في مصر. فض مثل هذه التظاهرات والتجمعات غير السلمية غير المشروع. اذا نحن لا نعوز سواء داخلي او جيش تفويض من مجلس الوزراء او من السيد رئيس الجمهورية، ولكن نتيجة التأويلات الخاطئة في الغرب والتآمر والتعامل الداخلي من فئة ليست وطنية شريفة لا تعمل لصالح لا وطن ولا حقوق إنسان، لأن الإنسان من الوطن، نتيجة التأويلات الخاطئة التي تراجع عنها أوباما رئيس الإدارة الأمريكية في سرعة البرق، نتيجة مثل هذه التأويلات، لأن ذلك انقلاب أم بي 35 مليون عسكري مصري، ده انقلاب. الانقلاب بس الداخلية تعمل إيه يا فندم؟ يعني ان النقط دي برضو يا استاذ عبد الله لو سمحت لي، نقط مهمه جدا يا استاذ علي بيه، يعني عفوا النقط دي برضو مهمه جدا عشان انا بس عايز يعني اجمل للناس قبل ما ينتهي الوقت المتاح لينا. فندم الداخليه قامت بما يقوم به كل الديمقراطيات الحديثه في الغرب اللي انا قلته لسيادتك ده من 1714 كان ميلاد هذه الاجراءات اللي بتقوم بها الداخليه اللي هي المفاوضات والمساومات والحوار والإقناع قبل الفض بأي أسلوب ضروري في حالات الضرورة القصوى. كان المولد في 1714 تاريخا في بريطانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بليز في أمريكا الوسطى، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، كل هذه الدول تعتنق مثل هذه الأمور. إذا لم يقوم المفاوضون من نفسهم ذاتيا ومن تلقاء نفسهم بالفض السلمي من نفسهم، تقوم الداخلية بالمساومة والمفاوضة والإقناع معهم حتى اللحظة الأخيرة لأسباب قانونية دستورية أو لأسباب حتى إنسانية أخلاقية وطنية. هل يصح استحاب رجال النيابة أثناء عملية فض الاعتصام أو يصح تصوير عملية فض الاعتصام؟ طبعا هذا لا يحدث، ولكن بيحدث نتيجة التأويلات المسبقة، نتيجة الحروب الاستباقية الدعائية الرخيصة المسبقة من جانب هؤلاء الإجراميين، لأن هذا ليس له حتى اعتصام سلمي، هذا تخريب وتقتيل وتحريق. ولكن السلطات للدولة ذات السيادة لها اتخاذ ما شاءت لحفظ الأمن القومي، ولا معقب عليها في الخارج ولا في الداخل. لماذا؟ لأن الواجب الأول على الدولة ذات السيادة ليس الصحة ولا النقل ولا المواصلات ولا تحقيق الرفاه الاجتماعي، الواجب هو الأمن. والفرد والمؤسسات الغير حكومية والمدنية وحقوق الإنسان لا تحدد الإجراءات الأمنية، لأن هي اللي بتتأمن، هي مفعول به الذي يحدد أصطحب أو لا أصطحب السلطات.
الدولة ذات السيادة، لأن في النهاية السلطة مسؤولة والدولة هي المسؤولة. ولكن نتيجة التأويلات الأجنبية والتأويلات غير الوطنية الداخلية الرخيصة هي التي تجبر الدولة المصرية، استحب مجموعات حقوق إنسان، منظمات حقوق إنسان، إعلام، مجموعات من مكتب السيد النائب العام وهكذا، حتى تثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن الدولة لا تريد أن تستنفذ من اللحظة الأولى الصبر، وفي النهاية بتعلي الدماء والأرواح الوطنية المصرية المفترض مفهوم أنها تحرص على أمن الوطن. مفهوم طبعا. مشاهدينا، هذا كان إجمال لأهم ما جاء في بيان وزارة الداخلية في مناشدة وزارة الداخلية. نحن بصدد عملية غير مسبوقة في الأيام المقبلة، إذا صمم المعتصمين في ربع العدوية وفي ميدان النهضة على البقاء في هذه الاعتصامات، سيكون على وزارة الداخلية التعامل معهم وفقا للقانون ووفقا أيضا للدستور. هذه الجولة الإخبارية انتهت. اسمحوا لي أن أنا أشكر ضيوفي فيها دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، حضرتك شرفتنا فندم، وكذلك اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، شرفتنا سيدي. بشكر حضراتكم على متابعتنا. هذه الجولة الإخبارية ممتدة، ستمتد حتى الساعة 5 مساء على CBC+2، ولكن أستأذنكم أنا في الانصراف. كنت معكم علي البهنساوي، وأترككم في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على قرار مجلس الوزراء، البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة اتجاه اعتصام ميداني ربع العدوية والنهضة، نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين، وتكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم، فإن وزارة الداخلية في إطار التزامها بتنفيذ كامل واجباتها وحرصا على المصلحة الوطنية العليا للبلاد، تدعو المتواجدين بميداني ربع العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما، حرصا على سلامة الكافة مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته. سدد الله خطى مصر العزيزة وحماها من كل سوء.